من جديد يسقط الشهداء والجرحى في سبيل مطلب شعبي يوحد الساحات، ساحة التحرير في العاصمة كما في الناصرية وذي قار وميسان والبصرة. من جديد لا أحد يمثلهم من أحزاب سياسية، إنما مهلة وانتهت، لكن مطالبهم مستمرة، هكذا يقولون. احنا موجودين لاخر واحد، اذا طلعنا تجي عوائل الشهداء هنا تتظاهر ومنعوف حقنا لحد اخر قطره من دمنا. عودة الكر والفر بين القوات الامنيه والمتظاهرين تدق ناقوس الخطر خشيه ارتفاع وتيره الغضب في الشوارع والساحات بعد قتل متظاهرين او قنصهم. ارتفاع مؤشر التوتر الامني وقمع الحريات إدانة واسعة من بعثة الأمم المتحدة يونابي للعنف ضد المتظاهرين. أوساط سياسية حضرت هي الأخرى خوفا من أن يقود المشهد البلاد إلى كارثة. الشيخ جمال الضاري الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، ائتلاف الوطنية، فتح وسائرون، الحكمة وأحزاب سياسية وشخصيات عشائرية، الجميع متفقون على رفض العنف، كما هو صوت الشارع الذي يطالب بحقه. هاي العالم اللي هنا لازم كلهم ياخذون حقوقهم من الدولة. هم عبالهم يعني اكو جهات انسحبت منا من ساحات التحرير، احنا ما تأثر علينا هاي الجهات، احنا كعراقيين هنا مو كأحزاب، لان اول شغلة احنا طالعين الأحزاب نريد نقضي عليهم عيني، وثاني شغلة احنا نريد حقنا من الدولة. في هذه الفترة زمن الخريف تتساقط اوراق الاشجار، وهاي السياسيين تتساقط اوراقهم ويصبحون كالشجرة عرات، ونحن نقول لهم طالما تعتبرون أن الظلم قانون نقول لكم التمرد واجب. صوت الرصاص الحي والتهديد، انسحاب الصدر، التمسك بالحقوق، كل هذا يعيد يوما جديدا هادئا في الساحات، لكنه هدوء حذر قبل عاصفة يخشاها المتظاهرون من جهة والسياسيون من جهة ثانية. أما مفتاح الخروج من الأزمة يبقى في إيجاد شخصية رئيس وزراء يوقف نزف الدم ويلبي المطالب الشعبية.